افتتح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظ بني سويف محمد هاني غنيم الكورنيش السفلي والممشى السياحي بتكلفة حوالي 200 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطط الاستثمارية للمحافظة، وذلك على هامش احتفال المحافظة بعيدها القومية. وأكد شعراوي حرص الدولة على توفير متنفس حضري لجميع المواطنين بمختلف طبقاتهم في المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل على غرار مشروع ممشى أهل مصر. من جانبه أكد محافظ بني سويف محمد غنيم على أنه تم تصميم وإنشاء نصب تذكاري جديد لشهداء الوطن وفق طراز معماري وهندسي مميز يليق بتضحيات ومكانة شهداء مصر الأبرار. ده مشروع كبير جدا في كورنيش، شايف مساحته العرضيه كفيله انها ممكن تؤدي مشروعات صغيره وتشجع الشباب. وسمعت من سيادته برضو ان هو في حاليا دلوقتي لغايه دلوقتي في 10 اكشاك للشباب اتعملت وهتتعمل بالقرعه بالعدل بين الناس وبعضها حسب المتقدمين ونوعيه الخدمه اللي هتؤدى. احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا ان شاء الله بيبقى في شركه تؤدي صيانه وخدمه بصفه عامه. انا شايف ده متنفس رائع وجيد جدا لاهل بني سويف. اهتمينا ان احنا واحنا بنعمل الممشى السياحي ان احنا نعرف ولادنا الصغيرين بالقامات الكبيره اللي من محافظه بني سويف. عملنا ممشى العظماء في نسخته الاولى واطلقنا 20 شخصيه من ولاد المحافظه. تقدر حضرتك انك تعرف وتعرف ولادك الشخصيات اللي اتولدت في بني سويف واللي كان لها تاثير كبير في الدوله المصريه من وزراء وفنانين وكتاب وغيره.